المحتوى اللي انا بقدمه، تمام، بقدم في كذا مجال. اول حاجه المقابلات، ازاي تجهز للانترفيو، ده عن تجربه شخصيه، تجربه شخصيه بقى اكتر من سنه، تخطيت فوق 50 انترفيو في شركات انترناشونال وشركات عاديه قدمت فيها ولسه لحد دلوقتي مفيش نصيب. الحاجه الثانيه الانجليزي، بقول لك ازاي تتعلم انجليزي برضو بطريقه عن تجربه شخصيه بطريقه صحيحه. زي ما انا قبل كده نوهت ان انت اول حاجه في الانجليزي لازم تتعلمها هي النطق. الحاجه الثالثه، انا اصلا اخصائي نفسي ومهتم جدا بموضوع التوعيه النفسيه عشان في مشاكل كتير جدا وفي ناس نصابين بينتحلوا يعني شغل العلاج النفسي ويقول لك انا هعالجك مش عارف ازاي والكلام ده كله، ده شغل نصب. احنا حرفيا في التدريب اللي احنا بناخده كاخصائيين بيطلع عينينا، حرفيا بيطلع عينينا. سلام. لو انت مهتم بالمحتوى اللي انا بتابعه تابعني على يوتيوب وتابعني على انستجرام عشان